نحيي هذه الليلة الدينية إجلالا وإكبارا لرجل عظيم، لملك عظيم، على روح المغفور له محمد الخامس الذي فضل المنفى على أهواء المستعمر. نتواجد بحي العكاري المقاوم، الحي الذي خرج منه الشهيد علال بن عبد الله ليفدي بدمائه رفض المغرب للاستعمار وتشبته بالعرش الشرعي العلوي. من هذا المكان كذلك نستحضر بطولات هذا الملك العظيم، ومن خلاله نبلغ رسالة إلى التنشئة وإلى أطفال هذا الحي لربط ماضيهم المجيد بحاضرهم، وكذلك هي مناسبة لتجديد الولاء والإخلاص إلى السدة العالية بالله مولانا أمير المؤمنين، دام له النصر والتأييد. وشكرا.